يا سيدي غير ما طلعوا الناس باش نجي نعطيك صوت. مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من المشروع اللي في اناسي. كتشوفوا معنا هاد الشابة هذه اللي على حسب ما سمعنا على انها زايدة في 88، ولكن هي كتقول على انها زايدة عندها 14 عام. هاد البنت هذه من مور ما تزادش والديها عطاوها لشي ناس رباوها، من بعد بداو كيضربوها وكيعنفوها وهربات، ودابا حاليا كتعيش غير في الزنقانة والساكنة خايفين عليها من شي واحد يتعدى عليها. نخليكم مع احد ابناء الحي، واخا اجي قرب هنا يلاه حدك حداها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خويا قدم لينا راسك. بيكا ابراهيم من الحي السلام جوج. شنو المشكل اللي عندها؟ انت جات هنا خويا دابا شي خمس ايام باش جات السيدة هنا الدرية هنا، شي خمس ايام كتجي هنا، المهم مهلين فيها الناس ديال السيكتور هنا وداك الشيء، مهلين فيها الناس ديال الحي. كتجي مسكينه كتبات هنايا، سمعتي كتبات هنايا، جارين على والديها مخلينها مسكينه ضايعه، وتقدر في اي لحظه تعرض لشي مشكل. شنو كتقول لكم؟ مسكينه ما عند، المهم راه شويه هي في الدماغ ديالها، ماشي زعما كوريكت في الدماغ ديالها، شويه مرات تقول لك انايا جارين على والديا، مرات تقول لك انايا ساكنه دارنا في مراكش، مرات تقول لك انايا دارنا في اناسي. كل مره زعما كل مره اش كتقول؟ مريضه مسكينه. ولكن دابا كتواجد في مشروع قرب اناسي، السلام جوج، شارع الدي، الشطر في. واش غنقول اخويا؟ هذه حشومه، هذه حشومه. حنا في قرن 21، حنا المغرب الحمد لله تطور، باقا كنشوفوا هذه الحاله هذه، باقا نشوفوا هذ الوالدين ما عندهمش زعما ما نقدرش نقول واش هما الحاله ديالهم كي دايره ولا هذه، ولا كيفاش بنت، ماشي نقولوا ولد، بنت باش تكرفس ولا باش تكون في هذه الحاله ولا باش تخرج الشارع ولا باش تتعرض بزاف المشاكل، غتعرض لهم الدري. انتم خايفين عليها؟ ما معلومه دابا هذه راه انتظرها، راه اختك، راه فهمتي، راه بنتك، راه فهمتي، بزاف د الحوايج تنتظر في هذه الدريه، ماشي دريه زعما نقولوا. راه كان هذا الشيء في بلاصه اخرى ما تلقاش هذا الشيء، وكا جوج دقائق ثلاثه يهزوها دغيا، يهزوها يناضلوا بها يداويوها يشوفوا الحاله اللي فيها. حنا تبقى تقدر تبقى هنا حتى عام، راكم كان زعما الحمد لله التطور دابا اللي ولاو بالشباب بحالكم يجيو يشوفوا هذه الحالات، تبقى حتى عام هنا السيد، تقدر تحمل، تقدر تكرفس، تقدر تصدر في وجهها، تقدر بزاف. راه رمضان، راه يخرج رمضان، راه كاين شي كاريلات هنا، راه ما راه مصيبه، راه دابا جاب الله بعدا مع رمضان باقي متقي الله، راه يفوت رمضان راه ما تلقاش في هذه الحالات. الحمد لله. بسم الله. هاك يا عبد. شنو سميتك؟ شنو سميتك؟ سميتي فاطمه. فاطمه شنو المشكل ديالك؟ المشكل ديالي هو ان الوالديه ملي ولدوني عطاو الناس فقراء، ودوك الناس بقاو كيتعداو عليا كيفما بغاو، في الاخر جراو عليا الزنقه. علاش كيتعداو عليك؟ حيت ما باغينيش. علاش ما بغاوش؟ ما بغاوش حيت ما كنتش بنتهم. والديك علاش عطاوك لها؟ ولدي ما مزيانينش، ما ولدوني ولا حوني. فين تزادي سيدي؟ شنو بلا؟ تزادي في السعودية. والدي فين تزاد؟ والدي ساكن في مراكش، كيك مشاو للسعودية وتزادي تما. وجيتي من السعودية رجعتي للمغرب، شكون رجعك للمغرب؟ هما اللي رجعوني. رجعوك وعطاوك لشي عائلة هنا؟ ياه. من إمتى وأنت عند هاد العائلة؟ شحال من عطوني مني يلاه تزايد، دابا عندي شي 14 سنة وأنا معاهم. انت شحال فاش تزاديتي انت؟ وما كاتب لي عمري، داري لي عمري 88. وديما انا في الزنقه، ما عمري جلست في. كتعرفيهم والديك؟ كتعرفيهم؟ كنعرفهم. شنو تبغي تقول لهم لو كانوا كيشوفوا فيك؟ ما بغيت نقول لهم والو، انا ما بقاش بغيت نمشي عندهم، ما بقاش بغيت نعرف عليهم حتى شي حاجه. علاش ما بغيتيش تمشي عندهم؟ ما اصلا ما باغينيش. واش انت اللي عندهم ولا عندك شي خوت اخرين؟ عندي خويا واحد معاهم. حتى هو عمرو شاف فيك؟ ما عمرو ما شاف فيا حتى هو. وديك العائلة اللي رباتك؟ العائلة، العائلة اللي رباتك؟ اه. علاش كانوا كيضربوك؟ علاش؟ وحيت كانوا هما مساكين ما عندهم والو، وعائلتي انا كان عندهم فلوس، هادوك كانوا ما مزيانينش، لاحوني لعندهم حيت ما عجبتهمش، كنت حسن منهم، ما عجبتهمش لاحوني لعندهم. شادين الضو هذاك، شادين الضو. حاجه
شحال انت هنا؟ شحال انت هنا دابا؟ شحال انت دابا؟ شي خمس ايام انا في الزنقه. شحال هذا كانوا كيجروا عليا شحال من مره، شحال من مره، شحال من مره رجعت، وهاد المره باغي يقتلوني. جربت من عنده باغي يقتلوني. شكون هادوك اللي مربيني؟ شكون كاينين هادوك؟ اناسي. كتعرفي الدار فين جات؟ اه. بغيتي ترجعي عندهم؟ لا ما بغيتش نرجع عندهم، بغيت انا وقع بيت واحد نسكن فيه، ما بقاش نرجع عند هادوك. الزنقة كي كديري في الزنقة دابا برد؟ دابا البرد والعجاج وكل شيء كاين. خايفة على راسك؟ خايفة على راسي، ما خايفش على راسي. ما كتعرفي حتى واحد اللي تمشي عندو، شي واحد تسكني عندو، شي واحد تقريبا؟ عرفت حتى واحد. عندك شي نمرة تليفون عائلتك؟ ما عنديش نمرة. عائلتك؟ عائلتك ما كيعطونيش النمرة أصلا، ما كيعطوهاش ليا. ما عندكش نمرتهم؟ حقرا عليا في كل شيء، ما كيعطوني حتى شي حاجة. النمرة ديالهم صانيو عليهم ولا؟ ما عرفاش النمرة ديالهم، محافظاش. فين كيسكنوهم يعني؟ أناسي. لا والديك، والديك الحقيقيين. والدي الحقيقيين سكنوا مراكش. شنو بغاتها في مراكش؟ ما عارفه لي موال، شي اللي قالوا لي هما اللي كنت معاهم، هادشي اللي عارفه عليهم. وتاني دابا تبقاي عايشه في الزنقه؟ ما بغيتش نبقى عايشه في الزنقه، انا بغيت نمشي مسكن شي بيت، بغيت شي بيت نسكن فيه. قهراتك الزنقه؟ ها؟ قهراتك الزنقه؟ يا خذ واش غايبان لي اخويا؟ انت كتشوف، انت كتشوف اش غايبان لك؟ انت سمعتي كلشي من عندها، هذاك الشيء اللي غادي نقول لك راه انت سمعتي من عندها. هي شخصيه مسكينه، راه مريضه، مريضه وخاصها العنايه وخاصها خاصها السكن ديالها. الحمد لله راه كاين، كاين السبيطارات، كاين المحسنين، راه كاين الناس اللي غادي يعانوا بها، راه كاين الناس اللي غادي يعانوا بها. الدريه كاين، ماشي ما كاينش الحمد لله. ما كاين حتى مشكل، انا عطوني انا الرقم ديالي، راه غادي حنا رادين لها البال هنايا ومعانا الساعات نشوفوا العائله ديالها ولا نشوفوا ان شاء الله. 06 62 16 03 51. انا كنت نطلع عندي السكنه الفوق، وملي خبرت السلطات قال لك لا ما تطلعش عندك حتى نشوفوا شنو، واش ما عرفتش واش خص يدوا شي قانون، واش خص يدوا السبيطار، واش ما عندهم حاليا خصهم يدوا السبيطار. غدا ان شاء الله غنمشيو عند، نمشيو عند القايد وغادي ندخلوا عنده وصورناه باش نوريوه الصوره، ولا بغى يخرج معنا راه غيخرج معنا وناقشوا مع الامور ديال السيده باش نديوها للسبيطار ولا خصها العلاج ضروري. اه خصها، واخا تمشي للسبيطار خصهم يقابلوها، ماشي تمشي للسبيطار تقول لها شوكه ولا هذه وتلقاوها ثاني الزنقه. راه هاد الحالات راه كاينين، راه غدا تزيد تلقاها هنايا، خصهم يديوها يعانيو بها السيده، ماشي يديوها تقولها برا ولا شي حاجه ثاني وتلقاوها ثاني تجي على رجليها من السبت ثاني تجي اكثر من هك. النداء ديال العائله، ونداء ديال العائله اللي كيشوفوا هاد السيده وبنتهم ومن دمهم ولحمهم. لا صافي شتي انا بحال هكا. خصوص بغيت تقول العائله اللي كنقول العائله ديالهم، كنقول لهم من هاد النداء هذا من هاد المنبر يشوفوا هاد السيده راه دمهم ولحمهم، ما يمكنش واحد يلوح الدم ديالو ولحمه، ما يمكنش. واخا يكون مسطي راه عائلات عندهم كثار من هاد الحالات، وتيسهروا عليهم وتيداويوهم وتيلبسوهم وتيوكلوهم وتيشربوهم وما تيلوحوش الزنقه. الله يلاح حالك الزنقه، عائلات لاح بنته بحال لاح امو، راه ماشي شي ولد دبر راسو مازال مريض وتشدو، ولكن صحيح دبر، ولكن البنت راه ما يمكنش، راه ما كيتقبلوش العقل. والله يهدي ما خلق، اش والله يهديهم حتى هما والديهم وما باهم الله يهديهم. المهم هذا خويا انا والله لا تعصب، مشروع السلام جوج الشارع الدي الشاطر في قرب اناسي. عطاهم النمره ديالك 06 06 62 16 03 51. كنتمنى خويا من المحسنين سواء نساء سواء رجال يشوفوا هاد السيده بقلب الرحمه، يشوفوها مسكينه يديروا معها شي حل اللي حتى هي الدواء. الحمد لله كاينين، كاينين المغاربه كاينين صراحه، حنا المغاربه في الكرم كاينين الحمد لله، كاينين الرجال كاينين النساء تبارك الله، ماشي نقول ما كاين، كاينين والله تيفوتوها ليه ما يتخلاوش عليها باذن الله. كاينين الحمد لله رجال وكاين النساء اللي شدوا هاد السيده يتهلاو فيها ويداويوها بزاف، كاين الحمد لله.
والله يدي الشتاء ديال الخير، الله يتاي مسكينه يجيب الله اللي احسنها. هادشي اللي كاين اخويا. فاطمه شنو تبغي تقولي للمغاربه اللي كيتفرجوا فيك دابا، شنو تبغي تقولي لهم؟ نقول لهم يكونوا مزيانين، يعرفوا بينه وبين الله. اه ويديروا شي حاجه زوينه تما كيلقاو، ماشي كيضيعوا شي حاجه في حياتهم. ما بغيتيش تبقاي في الزنقه؟ ما بغيتش نبقى في الزنقه. رمضان دابا كتبقاي هنا في الزنقه، كتنعسي غير هنا. والديك والو عمرهم صونوا عليك؟ عمرهم سولوا فيك والو؟ ولو حتى شي تليفون واحد عمرهم سولوا عليك؟ عمرهم سولوا عليك. اشنو تبغي تقول لهم؟ كانوا كيشوفوا فيك دابا، شنو تبغي تقول لهم؟ ما عندي ما ندير بهم. علاش؟ صافي ما بقاش بغيتو. والديك الحقيقيين ماشي اللي ربوك الحقيقيين؟ عرفتهم حتى هما، هما ما عندي ما ندير بهم. علاش؟ واصلا شنو ندير بهم انا؟ اصلا هما ما باغينيش. واش كاينه شي ام ما كتبغيش بنتها؟ كانوا يبغونك وخلوني عنده، ماشي لوحوني لشي وحدين اخرين يبقاو يديروا فيا ما بغاو. بقى في كل حال، كانوا اصلا كانوا الاعداء ديالهم وما يعطوني ليهم. بقى في كل حال فاطمه الزهراء. يا عندي الله. بقى في كل حال. لا حول ولا قوة الا بالله. انتم مشاهدي قناة شوف طيبة كتابعوا معنا على المباشر فاطمه الزهراء اللي ولدوها والديها وعطاوها لشي ناس رباوها وبقاو كيعطيوها في العصا. وخرجات هربات، حاليا كتنعس غير في الزنقه، والساكنه ديال هذا الحي هذه خايفين عليها، خايفين عليها من الناس الخايبين، يعني اي واحد يقدر يجي يتكرفص عليها باش كتنعس غير في الزنقه. نتمنوا من الناس المحسنين والعائله ديالها اللي كانت كتشوفها تتصل بهذا السيد هذا، راه هو اللي غادي يتكلف بالناس اللي غادي يتصلوا، يعني يتواصلوا معاه ويجيو عندها ويحيدوها من الزنقه هذه. الرقم ديالو هو 0662 16 53. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي، حسن المتابعة.